ما هي التصريحات الإسرائيلية في هذه الأوقات؟ بدأ الجيش الإسرائيلي في مسألة التوغل أو لا؟ هل ما نطلعه بين الفينة والأخرى أريج من بوابة العمليات السريعة الحدودية الخاطفة ربما، أو وحدات خاصة هي التي تقوم في هذه الأوقات بمسألة اختراق الحدود مع لبنان؟ أين تكمن الحقيقة أريج الآن؟ أولا، ليس هناك تصريحات سياسية من إسرائيل السياسية بما يتعلق بالتوغل البري في لبنان. هناك رقابة عسكرية على جميع المعلومات بما يتعلق بالمنطقة الشرقية أو القطاع الشرقي لإصبع الجليل. يعني كان هناك إعلان من الجيش قبل ساعة من الآن باعتبار المطلة وكفر جلعدي وأيضا مسقف عام هي مناطق مغلقة عسكريا، لا يستطيع أحد أن يذهب إليها ولا يستطيع، وهناك حدود بهذه المناطق. لذلك الآن هناك تعزيزات عسكرية وفق الأنباء، وهذه المنطقة القطاع الشرقي وهي التي تعتبر الأكثر سهولة إذا ما قرر الجيش الإسرائيلي التوغل في لبنان، نظرا لجغرافية هذه المنطقة هي تعتبر سهول بطبيعة الحال، لذلك هي أسهل على الدبابات إذا كان هناك توغل بري. الآن أعلن الجيش أنها مناطق مغلقة في هذه الأثناء، وهناك تعتيم إعلامي كامل بما يتعلق بهذا الموضوع. ولكن يدعوت كانت قد قالت عن مسؤول عسكري إسرائيلي بأنه ليس بأن التوغل البري في لبنان سيكون أكثر تعقيدا من غزة، نظرا لمساحة الجنوب اللبناني ونظرا لجغرافيته أيضا. بما يتعلق أيضا بالأنباء المتداولة، أيضا القناة 12 الإسرائيلية تقول، أو المراسل العسكري لهذه القناة يقول أنه خلافا للأنباء المتداولة لا دخول للجيش إلى لبنان حتى هذه اللحظة. هذا ما قاله المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية. لذلك الآن ليس هناك تصريحات بما يتعلق بهذا الموضوع. ولكن إذا نظرنا إلى الإشارات، أولا منطقة طبعا مغلقة، ثانيا هذا القطاع الشرقي إذا كان الجيش يريد أن يتوغل بريا سيتوغل من هذه المنطقة، ثالثا الوحدات المتواجدة في الجبهة اللبنانية، نحن نتحدث الآن من 6 إلى 8 وحدات في الجبهة اللبنانية. أيضا كان هناك محاكاة لمناورات برية في اليومين الأخيرين، وجالنت اطلع على هذا الموضوع. أيضا بما يتعلق بهذه الإشارات، نتحدث عن أن بأن درعي أرياد درعي وهو زعيم حزب شاس كان قد نشر خلال ساعة من الآن صلوات توراتية وأدعية للجنود على الجبهة الشمالية، وهذا أثناء الأنباء التي تقول بأنه سيكون هناك توغل بري في الساعات القادمة. لذلك هذا يمكن أن نقول عنه إشارة إلى هذا الموضوع. الآن انتهى اجتماع الكابينيت وسيبدأ نتنياهو عقد مشاورات مصغرة بما يتعلق بالجبهة الشمالية. طبعا اجتماع الكابينيت كان يناقش الاجتياح البري للبنان والخطط الموضوعة بما يتعلق بهذا الموضوع. الآن انتهى، ليس هناك تصريحات بما يتعلق باجتماع الكابينيت، ولكن نتنياهو سيعقد الآن مشاورات أمنية مصغرة ومكثفة بما يتعلق بالجبهة الشمالية. أريج، شكرا على هذه المعلومات، سأعود إليك بعد قليل. أذهب إلى صور موفد الغد خليل بن طويلة. خليل، أنا طلعت بعض الأنباء التي تواترت أمامي عن انسحاب الجيش اللبناني لمسافة 5 كيلومتر 7 كيلومتر، هل لك أن تدقق لي هذه المعلومات؟ وماذا عن الخط الحدودي للبنان؟ ما الذي فيه الآن خليل؟ نعم، كما هو معروف دائما في ما يعرف بالخط الأزرق وأيضا المناطق الحدودية وفق صحيح. اتفاق أممي صحيح. سابق 1701، فإن ثمة تسليم لعدة مواقع ومعابر للجيش اللبناني، ولكن المؤكد اليوم بأنه هنالك بعض النقاط انسحب بالفعل منها الجيش اللبناني، وهنالك أخرى نقص العدد، وهنالك أيضا مناطق أخرى تحولت إلى أو ربما حولت المواقع إلى مناطق أخرى. هذه إشارة بالنسبة للكثيرين بأن ثمة
شيء ما سيحدث في إشارة إلى مسألة التوغل أو الدخول البري الإسرائيلي العسكري، لكن كانت هنالك إشارات أخرى ونحن هنا على الأرض لاحظناها، هي من خلال ما قيل بأنه سماع أصوات لدبابات كثيرة خلف الحدود، وبالفعل هذه الأخبار كانت مؤكدة، ولكن فيما بعد حاولنا معرفة ماذا يحدث بالضبط، فقيل بأن هنالك زيادة في أعداد الآليات العسكرية والدبابات وغيرها في الجهة الأخرى بمعنى خلف الحدود، خصوصا فيما يقابل القطاع الغربي، هذا بالنسبة إلينا في هذه المنطقة، وفيما يقابل أيضا القطاع الأوسط هنا في المناطق الحدودية الجنوبية. بعد ذلك ما عرف أو ما نشر أو ما قيل بأنه كان هنالك عمليات استكشافية محدودة في الداخل اللبناني من طرف وحدات أو من طرف ربما آليات إسرائيلية، ثم وحدات خاصة عاد الجميع كما أطلق و... نعم هكذا قيل. ثم يأتي بعد ذلك مثل ما قيل، مثل ما قالت الولايات المتحدة بأن ثمة 100 أو أزيد من 100 آلية عسكرية في الجهة الأخرى وتحشيد كبير جدا، ثم توقف كل شيء. ولكن في الجهة المقابلة بالنسبة إلينا فإننا لأول مرة نستمع أو نسمع دوي انفجارات لقذائف من الدبابات المدفعية. هذا هو أول يوم نسمع فيه المدفعية. هذا دوما خليل ما يسبق عملية التوغل البري، لكن أنا أحدثك في نقطة يعني لتفنيدها للمتابع الكريم. طبيعي أنه لما يكون هناك أنباء أو أخبار بتتواتر عن توغل بري أو اجتياح سواء محدود أو واسع النطاق، أنه بيتم إعداد العدة على هذا الخط الفاصل أو الخط الأزرق. أنت تحدثني الآن أن هناك ثمة انسحابات إلى الوراء لخمسة كيلومتر وانسحاب من بعض النقاط أو المواقع على الخط الفاصل، ما الذي نفهمه من هذه الانسحابات؟ هل من دليل ربما أو مسؤول طلعكم بمعنى فكرة الانسحاب في هذه الأوقات؟ يعني توغل على الأبواب والجيش اللبناني ينسحب من عدة مواقع وإلى الوراء، أليست أمور غريبة خليل؟ نعم في مثلي هي بالفعل غامضة وليست غريبة يصح الوصف، لأنه بالنظر إلى البيانات التي قد أو يجب أن تصدر عن الجيش اللبناني ليس هنالك من بيانات واضحة بشأن عدد الجنود الذين ما زالوا الجنود الرسميين اللبنانيين الذين ما زالوا ينتشرون في الشريط الحدودي، وكذلك ما هذا التحرك ولماذا حدث كل هذا التحرك. قد يربط ربما باستشهاد أول جندي لبناني اليوم، وهذا ربما أيضا تحول آخر، وقد يربط أيضا بمخاوف أخرى أو ربما معطيات لا نعرفها. ولكن المؤكد أننا أيضا سمعنا بأن هنالك تحذيرات رسمية وأوامر رسمية إسرائيلية لأزيد من 10 مستوطنات في الجهة المقابلة لنا بمعنى وراء هذا الجبل بأن ينسحبوا إلى أماكن أكثر أمنا. حينها فهمنا بأنه سيكون هنالك اجتياح بري عسكري، ولكن بعد ذلك أيضا الأخبار تأتي وتقول بأنه سيكون إن حدث هذا التوغل سيكون محدودا إلى حد ما، وسوف يقتصر على ربما القطاع الشرقي والقطاع الأوسط وليس القطاع الغربي، لأن القطاع الغربي يتميز بأنه مركز أو نقطة قوة المقاومة، وهنالك أيضا معطيات جغرافية. خليل وأنت معي الآن، خليل أعذرني، وأنت معي الآن، هذه هي صور القنابل الضوئية كما يطلق عليها أو الفسفورية، وللتذكرة هذه نوعية من القنابل عندما نطلعها في السماء هي لإنارة المكان، أماكن ربما ستشهد عملية توغل بري بعد قليل. إذن في هذه الأوقات ونستمع إلى الصوت الحي من الميدان كما يقال خليل، وأنت معي على الهواء، هذه هي القنابل الفسفورية الضوئية التي تطلق في سماء الشريط الحدودي الآن بين لبنان وإسرائيل أو فلسطين المحتلة. لك الكلمة خليل، وضعني في مسألة التنسيق، هل هناك أي درجة من التنسيق بين حزب الله وبين الجيش اللبناني في مسألة صد هذا الهجوم أو التوغل البري الإسرائيلي في هذه الأوقات، أو لا حديث عن الأمر؟
قد أبدأ من الجزء الثاني من السؤال المتعلق بالتنسيق. التنسيق ربما يجري الآن حتى بحضور دولي لوزير الخارجية الفرنسي، هنالك أيضا عبر زعيم حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وباقي العمل الذي يحدث الآن في بيروت لتشكيل سلطة دائمة برئيس لبناني واضح، وأيضا الوصول إلى حل أو رؤية للحل في هذه المنطقة. ولكن ليس لدينا بالتأكيد كما الكثير من الناس ليس لدينا بالتحديد مضمون المناقشات الجارية بين الحكومة اللبنانية وحركة حزب الله أو حزب الله الذي أعضائه لا ندري. ولكن بالنسبة إلى الوضع على الميدان، مثل ما كنت تتحدث عن القنابل الضوئية منذ قليل فقط، أيضا كنا نشاهد ونتابع نوعية جديدة من الصواريخ التي كانت تضيء السماء تنتقل من جهة إلى أخرى، وفي ذات الوقت انتقل قريبا من هنا عددا من القذائف والصواريخ التي أطلقتها المقاومة باتجاه مدينة حيفا. لكن بالعودة إلى مسألة التوغل المحتمل، ربما يرجح بأنه تم التراجع عنه لأنه كشف بشكل كامل من قبل الكثير من وسائل الإعلام، الكثير من السياسيين الأمريكيين وغير ذلك، وهذا هو المرجح أكثر. طيب سألتقط هذا الخيط وأدبي إلى أريج حكروش. أريج، من ضمن ما قرأت عن تعليمات الجبهة الداخلية بقاء سكان 6 بلدات أو ربما أكثر دقيقة للمعلومة شمال الطبرية بالقرب من الملاجئ، إذن هناك مطالبات إسرائيلية في تعليمات الجبهة الداخلية.